المطلوب منك أنت في هذا الوضع أنك تكون إنسان متوازن. أنا ما أطلب منك أنك تكون إنسان إيجابي جداً ولا أطلب منك أن تكون إنسان سلبي جداً. أطلب أنك أنت تكون شخص متوازن، يكون عندك وعي في أنت أول شيء تركز انتباهك على شو. هل تركز انتباهك على الخوف والهلع والأفكار السلبية والأخبار السلبية ونشرها، ولا تريد تركز انتباهك على نفسك، على طمأنة نفسك، على الاهتمام بنفسك والاهتمام باللي حواليك؟ أين تركز وعيك؟